السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدور على بديل لليوتيوب. ليه؟ لأن ممكن لأي سبب من الأسباب القناة تتقفل، فيبقى عندي نسخة احتياطية من الفيديوهات بتاعتي. في نسخة طبعا عندي على الهارد، لكن برضو لازم يكون في نسخة على أي موقع تاني، لعل وعسى يعني لو حصل لا قدر الله حاجة نقدر إن احنا نلحقها من خلال الباك اب. فلقيت الموقع دوت فيميو، والموقع ده يعني لقيت ناس كتيرة مشتركة فيه، وموقع فيه شوية مزايا حلوة. ممكن ان انت تعمل ابلود من على الكمبيوتر، ممكن لو انت عندك درايف مثلا جوجل درايف او وان درايف او اي حاجة من الحاجات ديت، يقدر يرفع لك الفيديوهات من عليه. تختار الملفات مثلا من دروب بوكس وتديله الصلاحية، فيبدأ ان هو ياخد من الدروب بوكس او من الدرايف او من البوكس، او عندك زوم او عندك ويبكس، كل الحاجات دي يقدر ان هو يجيب منها. وممكن تعمل ريكورد، تبدأ تسجل الفيديو، ممكن تعمل كرييت، تبدأ تعمل كرييت للفيديو من خلال تمبليت موجود، تقدر تعمل ايفنت. ففي شوية امكانيات حلوة ان انت تقدر تعمل فيديوهات بشكل احترافي، تقدر ترفع ملفات كتيرة مرة واحدة، فدي برضو من ضمن المزايا اللي ملقتهاش في مواقع تانية. دي تمبليت، مجرد ان انت تختار الشكل اللي انت عايزه وتبدأ تغير الصور وتغير الكلام، فيبدأ يبقى عندك فيديو احترافي. ممكن تقول له انا عايز حاجات خاصة مثلا بالاعلانات، حاجات خاصة بالفري، حاجات خاصة شخصية، حاجات خاصة بالأكل، كل الكلام ده سهل إن أنت تعمله. ممكن تقول له نيو، تقول له أبلود، أو تقول له هوست إيفنت أو ريكورد فيديو. فممكن تستغنى عن البرامج اللي هي بتسجل الفيديوهات أو اللي هي بتعمل مونتاج، يعني تقدر إن أنت تستفاد منه بشكل حلو أوي. طيب لو جيت هنا وقلت له ممكن تقول له واتش عشان تبدأ تتفرج، ممكن أقول له أبلود وأبدأ أرفع كمية كبيرة من الملفات. خلينا نشوف موضوع الأبلود دوت. انا هقول دلوقتي ابلود، وخلينا نرفع كده فيديو معاكم ونشوف. طريقة سهلة جدا، تمام؟ زي ما اتفقنا ليه اكتر من طريقة عشان ترفع الملفات. خلينا نرفع كده ملف عشوائي من على الجهاز عندي. طيب انا هرفع مثلا الفيديو دوت. هو سريع في رفع الملفات، وممكن يحطهم لك في فولدرات بحيث ان انت تنظمهم، او بلاي ليست عشان تنظم الملفات بتاعتك. فالملف هو تقدر بقى تحدد الريتنج بتاعه مثلا ان ده لكل الناس، ان لو عايز تحط تاج ليه، عايز تحط له كاتيجوري، عايز تحدد اللغة، تمام؟ اللي هو معمول ب360، الكوبي رايت، تمام. انا بخليها يعني بخليها كوبي ليفت، تمام. وفي خاصية عاملينها في مو اي اي نبقى نشوفها، وهنا بقى بيديني بقى امكانيات اكتر. طيب خلينا نشوف ايه في مو اي اي. ممكن تقول له جنريت فيديو ديتيل، فيبدا ان هو يشوف الفيديو ويشوف المعلومات ويبدا ان هو ياخد، لكن لازم تكون انت مشترك بفلوس. طيب انا عايز اقول له شير، هبدا بقى اشير ملف مع اصدقائي، تمام. ممكن اقول له بقى ببلش تو سوشيال، فاوتوماتيك بقى بيشير ايه لكل مره واحده، تمام. هيشير لفيسبوك واليوتيوب ولينكد ان، كل دول اي حاجه انت عامل لها لينك يبدا ان هو يعمل لها بابلش عليها. في الـ اليوتيوب لازم واحده واحده تبدا ان انت تختارها. هنا لا، بحدد وابدا اقول له انكست، يبدا ان هو يشيرهم. بيقول لي انت ينفع تشير الثلاثه دول، ابدا اقول له شير. كان عايز بس اكتب له الديسكريبشن، كتبت له الديسكريبشن، قلت له نكست، فبخطوه واحده شير على الفيسبوك واليوتيوب ولينكدين، تمام. فدي ميزه كويسه فيه، تمام. الموقع جميل، اتمنى يعجبكم. انت ليك ترفع اعتقد 5 جيجا، فممكن تعمل اكتر من حساب لو انت عندك فيديوهات كتير.